بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان الضرب في العدد 4. اكتب عبارة الضرب المناسبة. طبعا أنا عندي هنا يا أبطال، خدنا سابقا إن أنا عندي بشوف كان عندي كم مجموعة. عندي طبعا 4 مجاميع، كل مجموعة جواها 2. إحنا طبعا درسنا سابقا إن إحنا ممكن نكتب عن طريق الجمع المتكرر أو باستخدام خط الأعداد. هنا عندي المجموعة الأولى فيها 2، والتانية 2، والتالتة 2، والرابعة 2. فنحل بطريقة سهلة، نقول إن عندي 4 مجاميع، نكتب 4 ضرب 2 اللي هو عدد عناصر المجموعة. لو عديناهم كلهم يبقى 2 4 6 8، بالعدد التجاوزي هيتساوي 8. أوجد الناتج بإمكانك استخدام العناصر، اللي هو عايز 3 ضرب 3. طبعا أنا ممكن أستخدم 3 مجموعات، في كل مجموعة جواها 3 عناصر، ولو عديناهم يا أبطال هنا 3 زودنا عليهم كمان 3 أصبح 6، 6 زودنا عليهم 3 أصبح 9. إذا عندي 3 ضرب 3 الناتج هيتساوي 9. تعلم: زرع فهد 5 شتلات من الباذنجان في كل شتلة 4 حبات باذنجان، فكم عدد كل حبات الباذنجان؟ طبعا هنا يا أبطال أنا هستخدم طرق مختلفة لإيجاد ناتج ضرب 5 ضرب 4. أولا ممكن نستخدم العد التجاوزي بالأربعات، يعني كل مرة هزيد 4 اللي بعده. أدي عندي شتلات الباذنجان 4، والتانية 4، نزودهم، ناخد الأولى نضيفها على التانية هتصير 8، يبقى أصبح 8، ضفنا عليهم كمان 4 هيصير 12. طبعا هنكرر كده 5 مرات، ال12 زيد عليهم كمان 4 يصير 16، ال16 زيد عليهم 4 الناتج 20. إذا 5 ضرب 4 هتساوي 20. احنا هنا يا أبطال استخدمنا العد التجاوزي وشرحناه قبل كده ان كل مرة بزيد 4 على اللي بعده، يبقى عدد حبات الباذنجان تساوي 20 حبة. ايضا ممكن نستخدم خط الاعداد في ايجاد الناتج. هنا يا ابطال انا كل مرة هقفز 4 خطوات وابدأ من العد من الصفر واكرر كده 5 مرات، يبقى من 0 إلى 4 أدي 1 المجموعة، ومن 4 إلى 8 كده 2، ومن 8 إلى 12 كده 3، ومن 12 إلى 16 كده 4 مجاميع، ومن 16 إلى 20 أصبح كم يا أبطال؟ كده 5 مجاميع. يعني أنا كده عندي 5 ضرب 4 اللي هو عدد المجاميع هتساوي 20. أيضا نستخدم رسم صورة برسم 5 مجاميع، في كل مجموعة موجود 4 من الباذنجان. هذه المجموعة الخامسة، طبعا عملنا كده 5 مجاميع، كل مجموعة زي ما انتم ملاحظين أمامنا إن كل مجموعة فيها 4 من العناصر أو 4 من الباذنجان، أيا كان هو الشكل الموجود داخله، بس لازم يحقق لي إن هو يكون 4 عناصر. وهو حددها لي، قال لي الباذنجان، يبقى هنرسم 4 من الباذنجان، يبقى الناتج هيكون 5 مجاميع ضرب ال4 العناصر اللي جوه هيساوي 20. أيضا ممكن نستخدم عدد العناصر في بناء المصفوفة. طبعا أنا عندي كم مصفوفة يا أبطال؟ عندي كم صف؟ عندي أدي 1 2 3 4 5، لازم أعمل 5 صفوف، وفي كل صفة لازم يكون عندي 4 عناصر عشان يحقق
الهدف بتاعي. يبقى أنا كده عندي 5 ضرب 4 هيساوي 20. دي طبعا طرق مختلفة لإيجاد أي ناتج مهما كان، إما تستخدم المصفوفة، إما تستخدم الجمع المتكرر، إما تستخدم خط الأعداد، إما تستخدم العد التجاوزي. أوجد الناتج. هنا يا أبطال عندي مجموعتين، طبعا ممكن إحنا نقول 4 زائد 4، أو نقول مجموعتين يعني 2 ضرب 4، طبعا مجموعهم هيساوي 8. الاتنين دول طبعا هنا ده بيدل على إن عندي عدد المجموعات في عدد العناصر هتساوي 8. لكن مثال آخر، أدي عندي مجموعة من الموز، عندي أدي 4، كل واحدة فيها 4، مجموعة 2 3 4، طبعا ممكن نقول 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 أربع مرات هتساوي 16، أو نقول عندي 4 مجموعات، 1 2 3 4 زي ما أخدنا سابقا، يبقى 4 ضرب 4 هتساوي 16. مثال آخر، عبر بعبارة ضرب مناسبة. هنا يا أبطال يلا، عندي طبعا كم مجموعة عندي؟ حد ممكن يقول يا أستاذ أنا ممكن أستخدم جمع متكرر، إن أنا آخد كل واحدة على حدة، أشوف بداخلها كام عدد وأكتبه. الأولى فيها 4 4 4 4 4 4 وأجمعهم مع بعض أو أعدهم، مفيش مشكلة. أو في طالب تاني يقول لي يا أستاذ أنا عندي 1 2 3 4 5 6، دول يعتبروا 6 مجاميع. أقول له أحسنت. طب المجموعة الواحدة فيها كام؟ فيها 4 كلهم متساويين، يبقى 6 ضرب 4، ونعد كل الأطباق الموجودة عندي هتساوي 24. مثال آخر، طبعا أنا عندي ديت مصفوفة موجودة، طبعا دي صف واحد ولا كام صفة؟ صف واحدة. طب الصفة الواحدة دي فيها كام عنصر؟ فيها 4، أحسنت. يبقى 1 ضرب 4 هتساوي 4. مثال آخر، عبر بعبارة ضرب مناسبة. طبعا عندي خلينا خط الأعداد يا أبطال، نستخدم خط الأعداد. طيب عندي كم مجموعة؟ ادي 1، دي كلها مجموعة، ادي 2، ادي 3. طيب تعالى بقى ناخد مجموعة مجموعة. المجموعة الأولى فيها كام عدد؟ 4، والمجموعة الثانية 4، والمجموعة الثالثة 4. يعني أنا ممكن أقول 3 ضرب 4، أحسنتم يا بطل، تساوي 12. طبعا أنا عندي هنا مثال آخر، ده ريبوت، طبعا هنا عايز ضرب مباشر. ده قلنا 7 ضرب 4 باستخدام الطرق السابقة هتساوي كام يا بطل؟ 28. لو قلنا أيضا 8 ضرب 4، لو دخلنا 8 يطلع من المخرجات 8 ضرب 4 كام يا أبطال؟ هتساوي 32. طيب 9 ضرب 4، دي طريقة مباشرة، هتساوي 36. اكتب عبارتي الضرب. عندي ادي اول عبارة عندي، طبعا اول حاجة افكر فيها يا ابطال ان انا اعمل ايه؟ اعد الصفوف. هنا اول حاجة عندي كم صف يا بطل؟ عندي 1 2 3 4 صفوف، حلو. كل صفة فيها كام؟ فيها 3، يبقى إذن 4 ضرب 3 هتساوي 12. هنا كم صف يا بطل؟ 3 صفوف، الصفة موجود فيها كام؟ 4، يبقى 3، قلت عدد الصفوف في عدد العناصر 4 هتساوي 12. هنلاحظ هنا يا حبايبي إن 4 ضرب 3 بتساوي 12، هو ناتج ضرب 3 ضرب 4. هنا مفيش أي اختلاف، قلت 4 ضرب 3 هو 3 ضرب 4. تعالوا بينا يا أبطال قبل الختام نلعب لعبة
الضرب مع سلاحف النينجا. يلا فكر معي، ناتج 4 ضرب 3 هو 12 ولا 7 1 ولا 34؟ فكر معي بطل، ناتج 4 ضرب 3 هو، أيوة أحسنتم، 12. ممتاز. ها، عبارة الضرب الممثلة عندي طبعا مجموعتين اهو، احنا قلنا بنعمل ايه؟ انا عندي مجموعتين، مجموعتين يعني اتنين. طيب اشوف المجموعة الواحدة فيها كم عنصر او فيها كم شيء؟ فيها اربعة. ها، هل هي اربعة ضرب واحد ولا اتنين ضرب اربعة ولا تمانية ولا اربعة ضرب اتنين؟ انا عايز عبارة الضرب مش عايز الناتج. ها يلا يا بطل، كم مجموعة دول يا أبطال؟ أدي اتنين، أدي مجموعة، يعتبر دي مجموعة إذا حطيناها داخل دايرة مجموعة، وأدي دول مجموعة، دول مع بروحهم ودي بروحهم، يبقى إذا هما اتنين، يبقى اتنين ضرب أربعة. ناتج أربعة ضرب خمسة هو نفس الناتج. إحنا قلنا إيه من شوية؟ إن لما أقول اتنين ضرب تلاتة هو تلاتة ضرب اتنين. نفس الكلام لما اقول لك 4 ضرب 5 هو كام ضرب كام؟ هل هو 5 ضرب 3 ولا 5 ضرب 2 ولا 5 ضرب 4 ولا 3 ضرب 3؟ ها سامع حد بيقول لي هو 5 ضرب 4. 4 ضرب 7 يلا يا ابطال، ضرب مباشر كام؟ فكر معي، هل هو 82 32 11 28؟ مين يا بطل؟ احسنتم، 28. الى هنا احبائي نكون قد انهينا من لعبتنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.